زار محافظ محافظة سقطرى المهندس رأفت الثقلي جناح سقطرى المشارك في مهرجان الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وطلع المحافظ الثقلي على العروض التراثية المتنوعة لمركز سقطرى للإبداع وما تقدمه فرقتي فنون سقطرى والرومانسيات النسائية من فن تراثي من الفلكلور الشعبي السقطري. وشهد المحافظ عرضا يبرز الأعمال التنموية والمشاريع الخدمية والجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمحافظة سقطرى خلال السنوات الماضية. وأشاد المحافظ الثقلي بالمشاركة المميزة للمحافظة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة ونقل من خلاله العادات والتقاليد والحرف اليدوية والفن السقطري وكل ما يتعلق بثقافة وحضارة الإنسان السقطري لزوار المهرجان من مختلف دول العالم.